السلام عليكم. النهاردة يوم 4 رمضان، وإحنا مع حوادثنا عن حالات الجمجمة وأشكالها الغريبة اللي بتحصل. أنت لازم تفهم إن المخ محبوس جوه الجمجمة، والمخ لما بينزل بيبقى صغير، والمخ لازم يكمل رحلته، لازم يكبر بأي وسيلة. ما تقدرش تحبسه، ولا حتى العظم يقدر عليه. يعني المخ الطري ده، المهلبية ده اللي أنت بتاكله، لازم يفضل يزق في العظم، يزق في العظم لغاية ما يوسعه. لو هو بيزق لقى ان في حته قفلت بدري ومش قادر يزقها، بيبدا يزق التنين، فيبدا شكل الجمجمه يتغير، وهو ده طبعا مرض الالتحام المبكر، فبيؤدي الى تشوه في شكل الجمجمه، تشوه ملحوظ. طيب الحاله اللي هنعرضها النهارده حاله غريبه. هو الولد ده عنده بنسميه تشوه معقد، يعني في اكثر من غرزه قفلت، فالمخ ما قدرش يطلع لقدام، فهو عايز مساحة. عمل ايه بقى؟ راح رافع جمجمة لفوق خالص ولورا خالص، ما بقاش لا عنده قورة ولا حواجب، والمخ بقى عالي جدا، عامل زي القبة العالية. الإصلاح الحالات دي بيبقى صعب، لأن أنت عايز تبني له قورة جديدة، وعايز تبني له حواجب جديدة وجبهة جديدة، وتعمل له الحروف دي اللي فوق العين عشان تحمي العين تحت وتبين الحواجب، تبقى جراحة صعبة شوية. والحمد لله الجراحة تمت على خير، وإحنا عملنا كانت جراحة معقدة جدا. في الحالة دي بناخد بقى، بنفصل قورة جديدة من بقية العظم، وبعدين بناخدها ونحطها في المكان الجديد، وبناخد القورة القديمة اللي هي بايظة ومشوهة بنخلعها خالص، وبنبدأ نفكها ونركبها تاني، نملى بيها الفراغات الموجودة. بتبقى عملية صعبة شوية، ويمكن من أصعب العمليات اللي عندنا، لأن أنت بتبني الحاجات اللي راحت دي كلها. وبعدين بيزيدها صعوبة إن أنا الحقيقة في الأسلوب بتاعي في الجراحة، أنا ما بحبش خالص أستخدم شرايح أو مسامير، اولا بسبب التكلفه البائظه بتاعتها، وثانيا لانها بتعرض الاطفال على المدى الطويل ان ساعات الشرايح تخرج بره او تعمل التهابات او تعمل مشاكل، فده بيخلي كمان الجراحه اصعب واصعب، لكن الحمد لله تمت على خير. الخلاصه في الحاله دي ان تشوهات الراس ده حاجه كويسه مش وحشه، ده عباره عن مخ بيسعى للحريه وعايز يكبر عشان يلحق الطفل يكبر ويبقى طبيعي ويروح مدرسته وكل حاجه. فالمخ بيتصرف، لما بيلاقي السكه مقفوله من ناحيه بيتصرف من ناحيه تانية، زي ما احنا شفنا او هتشوف في الحاله اللي انا عرضتها دي. لكن احنا طبعا دورنا لما نلاقي ان في تشوه في شكل الجمجمه او تغير كبير، لازم بسرعه نشوف ايه المشكله، ايه الحته المسدوده، ونفتحها علشان المخ يكمل النمو بتاعه في الوضع الطبيعي. لان حتى المخ لما بيقدر ان هو يغير شكل الجمجمه وكل حاجه، برضه بيفضل مضغوط، وبالتالي طبعا يبقى احنا كده عرضنا المخ لمشاكل. طبعا زي ما انتم عارفين ان اهم سنه في عمر الطفل هي السنه الاولانيه. السنه الاولانيه دي المخ بيكتمل نموه ووظايفه وحجمه، فلو انت عرضته لمشاكل زي التهاب مثلا، او ارتفاع في ضغط المخ، او ارتفاع في الميه، انت بتعمل خسائر كبيره ممكن تعيش مع الطفل بقيه حياته. وبالتالي القاعده عندنا كان زمان بنحب نستنى العمليات دي لما الطفل يبقى عنده 6 شهور علشان يستحمل البنج والكلام ده. طبعا الكلام ده اتغير خالص، لان لما بتستنى التشوه بيزيد، بيبقى الاصلاح صعب جدا جدا. يبقى دلوقتي الكلام الجديد بقى ان احنا لا بنعمل الجراحه بدري عشان نلحق نشيل الضغط اللي على المخ ونسمح له انه ينمو بصوره طبيعيه. يبقى دي كانت حدوته من حواديت الالتحام المبكر والاشكال الغريبه بتاعه الجمجمه. شكرا جزيلا.